لجنان الخلد مددت يدي ومطفت اليوم لخير غدي، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غدي، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما عند الرحمن، وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان. فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام، يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم أروقة الوقف، هذا البرنامج المبارك الذي يأتي بالتعاون مع مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف، هذه المؤسسة الوقفية المباركة المنبثقة من أوقاف الشيخ سليمان الراجحي وفقه الله. في مطلع هذا اللقاء المبارك مشاهدينا الكرام، يسرنا أن نرحب بضيفه الدائم صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو محكمة الاستئناف سابقا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم. حياكم الله أبا عبد الله وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا. نعم شيخنا الكريم، لازلنا نقلب هذه الأوراق الفقهية المباركة فيما يتعلق بالأوقاف وبنوازلها في وقتنا المعاصر. ربما هناك تساؤلات عديدة تطرح دائما عن حكم الوقف على الوالدة والزوجة وكذلك البنات دون بقية العصبة. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. هذه مسألة شهيرة عند أهل العلم، وهي قضية الوقف على بعض الورثة دون بعض. مثل ما تفضلت، الوقف أحيانا على الزوجة فقط وعلى الأولاد من هذه الزوجة، وربما لا يقف على أولاد الزوجة الثانية إذا كان بينهم خصومات، أو يقف على جميع أولاده وزوجاته ويخرج العصبة إذا كان العصبة لهم إرث. أحيانا يكون كل ذريته بنات. فأحيانا يكون هناك إخوة أشقة أو إخوة لأب أو أعمام أو أبناء عم، فهو يقول هؤلاء خارج العائلة، فيقوم بعمل معين لحرمانهم من الإرث. هذا العمل بهذه النية لا يجوز. يعني إذا كان يستحضر أو الباعث على وقف كل المال على الزوجات أو على الزوجة وعلى الأولاد، وكان القصد من ذلك هو حرمان بقية الورثة، فلا يجوز. والأعمال بالنيات كما ثبت في الحديث، والإنسان إنما يجزى بنيته. وأما إذا كان لم ينوي شيئا من ذلك بتاتا، وإنما رأى أنهم يحتاجون إلى هذا الوقف فقط، ولم يكن يدر بخلده أن إرادة حرمان بقية الورثة من العصبة أو غيرهم، هذا وقف شرعي صحيح خالي من النية الفاسدة، فلا يظهر أن هناك ما يمنع منه، الله أعلم. نعم شيخنا الكريم، ألا يمكن أن نقيس يعني ما حرمه الرسول هدى صلى الله عليه وسلم في قضية أن يخص مثلا أخت دون أخ في قضية العطاء من الوالدين في هذه القضية تحديدا؟ نعم، يجب العدل في الأوقاف وفي الوصايا، كما يجب العدل في الهبات، الهبة والعطية المحضة التي تكون في الحياة. نعم، فلا يجوز مثلا أن يقف على بعض الأولاد دون بعض وعلى بعض البنات دون بعض، ولا يجوز أيضا أن يقف على بعض الزوجات دون بعض. وأن يجب عليه العدل، لأن هذا يورث العداوة وقت حياته عند الوقف والوصية وحتى بعد مماته. أما ما يتعلق بالإخوة فالقول العلماء يكاد أن يتفق العلماء على عدم وجوب العدل بين الإخوة، يعني بين الإخوة وبين أبناء العم، ولكن بلا ريب أنه مستحب، ولا أشك أنا في كراهة عدم العدل عند عدم الحاجة، أنه مكروه وآثاره ظاهرة. يعني يأتي شخص ثم يهدي لبعض إخوانه دون بعض، ويهب بعض إخوانه دون بعض، لا شك أن هذا سيقع في قلب أخيه.
لكن من اختار القول الراجح بوجوب العدل بين الأولاد، وهؤلاء قالوا بعدم وجوب العدل بين الإخوة الأشقة وغير الأشقة، لا شك أن الشريعة راعت هذا من هذه الزاوية، يعني فرق بين القرابة المقربة جدا ودرجة الصلة التي بينهم وحرمة العلاقة التي بينهم وحرمة القطيعة التي تقع بين الأولاد في الطبقة الواحدة، هي أعظم حرمة بلا ريب، يعني في القطيعة التي تقع بين الإخوة فضلا عن أبناء العم. ولهذا يحسن فيما يتعلق بالهدايا المطلقة، لا سيما الهدايا الصغيرة والتي يقدر الإنسان على أن يعممها على إخوانه، أن يعممها حتى يخرج من باب الكراهة وباب الوجدان، يعني يجد المحروم على الواهب كما يجد المحروم على إخوانه، بقية إخوانه كيف فضلهم أخوهم على البقية. لكن كما ذكرت، من اختار التحريم في وجوب في العدل في عدم التسوية بين الأولاد باعتبار أنها يعني نظرية شرعية، فهي الاختلاف درجة القرابة. ولكن بالجملة نقول لا يجب العدل بين الإخوة، لا يجب. ومن ترك التسوية بين الإخوة فهو ليس بآثم، لكن الأبناء والبنات يجب. أما الأبناء والبنات فالقول الراجح هو وجوب التسوية. نعم، وجوب التسوية. شيخنا، لو مثلا أحد الواقفين أوقف مثلا عقارا، وقد كان هناك بعض أبنائه أو بناته ربما نقول مثلا حالتهم ضعيفة ماديا، هل يجوز له مثلا أن يخصص لهم مثلا ريعا من هذا الوقف لهم ليكون سند لهم على الحياة دون بقية الأبناء والبنات؟ نعم يجوز هذا، لكن بشرط أن لا يكون عين الوقف على أولئك، لأن هؤلاء أحوالهم قد تتغير. نعم، فإذا ربطها بوصف قال ينفق على هذا الولد المعاق مثلا، أو ينفق على هذا الفقير الذي لا يجد مالا على قدر ما يحتاجه إذا كان فقيرا، يجوز هذا، هذا وصف الفقر يجوز أن يخصصه، فهناك معنى زائد عن البقية، وليس بقية الناس هم أولى من الورثة. يعني يأتي وينفق على فقراء العالمين ثم لا ينفق على فقراء ذريته، فإذا ربطها بوصف فإن هذا الوصف متى ما زال الاستحقاق. فإذا كانوا فقراء ثم اغتنوا لا يجوز أن يعطوا، يصرف في وجوه أخرى، ولهذا لا يقول البيت الفلاني على فلان هذا لا يجوز إطلاق. لكن يقول ريع البيت على فلان، منفعة البيت على فلان ما دام محتاجا، ما دام معاقا، قد يشفى وقد يعالج بفضل الله عز وجل، وقد يعني يحدث أسباب كثيرة تمنع هذا الاستحقاق. نعم، فلذلك لا أرى وقف العين، وإنما توقف المنفعة فقط، أو يوقف ريع هذا العقار بهذا الوصف، وأن ينص على ذلك في وصيته أو في وقفه حتى لا يورث نزاعا. لأن بعض الناس يتساهل يقول تذهب إلى المحكمة والمحكمة تفصل فيما قلته، هذا غير صحيح. نسبة كبيرة جدا إذا رأوا وصية الموصي ما ذهبوا إلى المحكمة، وهي وصية جور أو هو وقف ظلم. ليس بالضرورة أن يذهبوا إلى مفتي أو أن يذهبوا إلى القاضي، قد لا يفعلون، والناس الذين عندهم نبل يترفعون عن هذه الخصومات، بل يترفعون أن يستفتوا، فإذا رأوا وصية والدهم على شيء أو وقفهم على شيء استحيوا أن يغيروه، ومع ذلك تبقى هذه الإحن والعداوات، هي في الحقيقة بذرة فناء للعلاقة الاجتماعية والأسرية بين هذه الذرية. فيحذر الواقف والموصي أن يضع هذه البذرة ثم يرحل وتستمر معهم طيلة حياتهم، بل تستمر بين الأجيال المتعاقبة أحيانا. لدي سؤال شيخنا الكريم فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا، لكن لعلنا إن شاء الله أن ننقله بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، نعود بعدها إن شاء الله لاستكمال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فكونوا معنا. نسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام، يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام. مركز بناء الأسر المنتجة جنى، أحد برامج خدمة المجتمع،
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي للتمويل التنموي. أطلق المركز مشروع الأكشاك برعاية بنك التنمية الاجتماعية الشريك الاستراتيجي والممول الرئيسي وراعي منافذ البيع والتأهيل الحرفي والمهني، حيث يستهدف البرنامج الأسر المنتجة والباحثات عن عمل واللاتي يتراوح أعمارهن من 18 إلى 60 سنة. أما المناطق المستهدفة من تشغيل المشروع فهي المنطقة الشرقية والقصيم والباحة والمدينة والرياض وعسير. ويشترط لتمويل الشريحة المستهدفة أن تكون المستفيدة سعودية الجنسية، وأن تحمل شهادة صحية سارية المفعول، وأن تطابق الشروط الافتراضية لمركز جنى، وأن تخضع لورشة تأهيلية. دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام، يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام. مرحبا بكم ومشاهدينا الكرام، من جديد نعود وإن شاء الله لاستكمال هذه الحلقة المباركة من برنامجكم أروقة الوقف. ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو محكمة الاستئناف سابقا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم. أهلا بك وسهلا شيخنا الكريم. تكلمنا قبل قليل وقبل هذا الفاصل المبارك فيما يتعلق بتخصيص بعض العصبة ما يتعلق بأموال سواء لفقرهم أو لضعفهم أو لغير ذلك، في حال وفاة هذا الذي أوصي له بهذه المبالغ، هل تنتقل هذه المنفعة إلى أبنائه وبناته فيما بعد؟ منفعة ماذا عفوا؟ المال الذي خصص له، إن كان مثلا فقيرا أو كان مثلا ذا ظروف صعبة وتوفي بعد أن خصصت له هذه الأموال. نعم، إذا توفي فإنها لا تنتقل إلى ورثته لأنها جاءت بالوصف. نعم، إذا قال يعطى ولد الفقير من المال كذا وكذا، أو ولد المعاق أو اللي عنده مشكلة معينة ثم توفي، فإن نصيبه بعد ذلك يعود يصرف بطريقة مختلفة ولا ينتقل إلى ورثته، فهي ليست إرث. الإرث هو الذي إذا ورث الوارث فإن ورثته أيضا يرثون ما ورثه من جدهم، أما هذه فهي بالوصف، فإذا انقطع هذا الوصف فإنه يصرف إلى الفقراء الآخرين في محيط هذه الأسرة، فإذا لم يوجد فيذهب إلى الأقرب، فالأقرب من أقارب هذا الموصي أو ذلك الموقف. نعم، لكن لو انطبق عليه وصف الحاجة هؤلاء، يعني أبناء هذا الذي أوصي بهذه المبالغ، وصف الحاجة يعني أو وصف الفقر لا يختص بأولئك الأبناء، يعني إذا انتهى إذا توفي أو اغتنى صار الآن هذا منقطع هنا في هذه الحالة فيعود إلى الأصل. وهنا يعامل ورثة هذا الشخص كما يعامل بقية الورثة، فلا أقول أنهم يحرمون، ليس بالضرورة أن يحرموا، كما ليس بالضرورة أيضا أن يعطوا. المقصود أنهم ينظروا في حالهم، فإن كانوا فقراء أعطوا، إن كانوا محتاجين أعطوا. ويعني أيضا أنت ذكرت الحاجة وذكرت أن الفقر، هناك فرق بين الفقر والحاجة. الفقر له صفة شرعية وهي فقدان الحاجات الأساسية المهمة. أما الحاجة فهي يعني أوسع، الحاجة أوسع، ولهذا إذا أوصى قال للمحتاج، إن عرف له مصطلح يرجع إليه هذا الموصي أو الواقف اعتبر، وكذلك إن عرف عرف دارج بين الناس أن المحتاج هو الفقير أيضا اعتبر. أما إذا لم يوجد شيء من ذلك وبقيت هذه المصطلحات غير واضحة فالفقر غير الحاجة. يا أخي الغني، ولا أقول الثري جدا، الغني يحتاج وهو غني، ربما مرتبه عالي لكنه يحتاج، حين البيت لا يستطيع أن يكمله وهو بيت المثل، ربما كان مكلفا إذا كان في بيئة غنية، غيره يعني يأخذ بيت 500,000 ويأخذ بيت نعم بأكثر من ذلك، فهو قد يحتاج حتى يكون بيته بيت المثل، هذه حاجة وليست فقرا. وكذلك بقية الاحتياجات الأخرى، وأرى الحقيقة أنها تحتاج إلى مزيد بحث وتوسع موضوع الحاجة وضبط هذه الحاجة وطريقة تنفيذها بين المستحقين لغلة الوقف
أو غلة الوصية والله أعلم. نعم شيخنا حفظكم الله، البعض قد يكون لديه بحبوحة من المال ويخشى أن يعبث الورثة بالمال بعد وفاته فيضطر إلى وقف هذا المال للورثة، الحكم الشرعي في ذلك؟ نعم هذه منهجية خاطئة، والحقيقة هذا الشخص الواقف هو كأنه يريد أن يكون وكيلا عن الله عز وجل على ذريته وعلى خلقه، فهو يريد أن يضمن المستقبل وأن يضمن وجود المأوى وأن يضمن أشياء كثيرة، وهذا غير حسن الحقيقة. وكان بعض السلف يقول لو تركوا هذا المال على مواريث الله أحب إلي، يعني من أن يجعلوه على البعض، وهذا كما ذكرت الحقيقة أكثر أو كثير من أحوال الوقف على الذرية أو الوصية على الذرية هو بذرة لفناء العلاقة والصلة بين هذه الذرية. دعهم يأخذ، كل واحد يأخذ حقه ويأخذ ماله دون أن تتدخل بينهم، فالأوقاف ليس بالضرورة أنها حمت الناس من الفقر، بل إن الغالب بنظري أنا الحقيقة من خلال ممارسة القضاء وكذلك يعني الأجوبة الناس وبعض العلاقات الخاصة والاستشارات الخاصة، وجدت أن هذه الأوقاف أورثت من الضغينة والإحن، لا من جهة النظارة عليها والولاية على أموالها، ولا من جهة يعني تعيين المستحق ومن غير المستحق، أورثت الحقيقة شيء كبير جدا من النزاعات والخلافات، لا سيما عند وضع الحاجة، إذا قيل الحاجة هي الضابط أو حتى الفقر أحيانا. فلذلك الذي أراه أن يكون الوقف خيريا، فإن كان أحد ورث فقيرا كان هو أحق من غيره بهذا الوقف إذا افتقر أحد منهم. أما أن تجعل على الذرية، يقول على ذريتي حتى وإن كانوا أغنياء، سؤالك الآن عن الأغنياء، يعني الغالب أن يكونوا أغنياء مقتدرين لكنهم يخشى عليهم من صوارف الدهر أو من صروف الدهر، وهذا كما ذكرت الحقيقة فيه نوع من ضعف التوكل على الله عز وجل، ونوع من التدخل أو نوع من يعني سوء الأدب مع الله عز وجل في كفايته لخلقه. ولهذا ما كانت أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وجوه البر، ما كانت على الذرية. نعم فيه ذرية ولكنها كانت منوطة بالحاجة، وهذا متفق عليه لا خلاف فيه لا بين الصحابة ولا من بعدهم. لكن الورثة الآن أغنياء جدا ثم يقف عليهم خشية من صروف الدهر ومن تغير الأحوال، يقول هذا على ذريتي. لكن الشيخ بعض مرات الخشية على أن يفسدهم المال، يعني يعبثون به يمنة هذا الحقيقة من التدخل في شؤوني. في تصريف الأمر الحقيقة، والأمر يترك لله عز وجل، وهذا معنى ما قاله بعض العلماء أنه يترك على مواريث الله، وليس معناه أن الوقف باطل، لا الوقف صحيح حتى لو وقف على الذرية وحتى لو وقف على الأغنياء في قول الجماهير خلافا لقول ابن تيمية، فلا يرى الوقف على الغني، يسمونه الوقف المباح، لا يرى أنه وقفا صحيحا، ولا شك أنه أقل أجرا، بل أحيانا لا أجر فيه إذا كان وقف على أغنياء جدا وعلى أثرياء وهو يدع الفقراء والمحتاجين، وهذا موجود وإن كانت صوره ليست غالبة بحمد الله عز وجل، لكنه موجود. ثروة الأب كثيرة، دخول الأبناء ورواتبهم عالية جدا في حياته، أمورهم من حيث الجملة مستقرة وصحيحة، بل هم أقرب إلى الثراء منه إلى الغنى فضلا عن الفقر. هذا اللي نتكلم عليه في هذا المجال. ما يتعلق بالذرية الفقراء، يعني أنا أميل أيضا إلى أنك يجعلهم يرثون الأموال ويتقاسمونها كما هي، لا تتدخل في القسمة، لأن الأضرار من خلال النزاع على ولاية الوقف والنظارة عليه ومن خلال معرفة المستحق والتوزيع بحسب الاستحقاق، وحتى بين الفقراء منهم من هو الأشد فقرا والأشد حاجة من أولئك الفقراء، هذه تورث نزاعات كثيرة جدا. ولو أن هذا الواقف والموصي يعني اطلع عليهم من خلف سجف الغيب ورآهم على أحوالهم لما أوصى الله، لما أوصى. وهذا لا يعني كما ذكرت ألا توصي، عبد الله بن الزبير أوصى على المردودة من بناته، هذا يسموه وقف ذري. هذا ليس وقف ذري في الحقيقة، هذا وقف على وصف، وقف على وصف، وهو وصف الحاجة، أن هناك حاجة، فإذا احتاجت المردودة في الغالب أنه لا نفقة لها، تكون فقيرة. هذه المردودة من البنات، يعني اللي هي المطلقة، وكذلك الأرملة وغيرها. فنحن أيضا في الوقت الحالي إذا قلنا أرملة ومطلقة، هل يعني أنها فقيرة؟
ليس بالضرورة. ليس بالضرورة، قد تكون ثرية جدا وعندها صحيح. المليارات أو موظفة، لكن يعرف عند الناس إذا قلت أرملة ومطلقها أنها ذهب عنها سبب الاقتيات وسبب الرعاية المالية السابقة فتكون فقيرة، فهو إذن وصف فقر الحقيقة أكثر من كلمة مطلقة أو أرملة. أو أرملة نعم، هي هو وصف فقر. وربما تكون متزوجة وكذلك يعني لديها قلة في ذات اليد. نعم، وكذلك أيضا من قسمها في الأقربين من الصحابة. نعم، ليس في دليل أنهم كانوا أغنياء. ولهذا يميل ابن تيمية رحمه الله أن الوقف المباح أنه غير مشروع. الله. مثل الوقف على الأغنياء والمقتدرين وغيرهم. لكن لو وقف على أوصاف المتفوق منهم يعطى جائزة. مثلا مجلس يجمعهم جميعا هؤلاء الذرية مثلا على سبيل المثال، حتى وإن كانوا أغنياء، لأنهم قد يختلفون في بنائه ويختلفون في رعايته وفي مصاريفه، فيقف على البناء، فيقف البناء ويقف المصاريف كلها من وقفه حتى لا يتنازعون ولا يتغيب هذا لأنه دفع وهذا لم يدفع ونحو ذلك. هذه من أسباب القطيعة أحيانا. إذا كانت معزولة وقليلة ومحددة فالأمر فيها أوسع وأيسر، وهذا كما ذكرت لا يعني أن الوقف الذري أنه باطل. نعم شيخ الكريم، ليس لدينا مزيد من وقت، لكن انقدح في ذهني يعني تساؤل من خلال إجابتكم المباركة السابقة فيما يتعلق الصرف على جوائز التفوق العلمي من الأوقاف، حكم ذلك؟ نعم يجوز، بس بشرط أن تكون منصوصة. أما إذا قال مثلا على الفقراء والمساكين هذه ليست مصارف لها، لكن إن قال على وجوه البر فهذه من وجوه البر. جميل، فهي من وجوه البر حتى لو كانوا أغنياء هؤلاء الطلاب. نعم حتى وإن كانوا أغنياء، لأن قد يعني قد يحدث تخلف في دعم هذه الجائزة وهذا التحفيز وهذا ال... نعم. نعم، نحن لا نريد أيضا نتخلف عن وقت هذه الحلقة، فنختمها إن شاء الله على أمل باستكمالها بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة. إذن مشاهدينا الكرام، كنا وإياكم في هذه الحلقة المباركة في أروقة الوقف مع صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو محكمة الاستئناف سابقا. الشكر لكم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، والشكر كذلك يتواصل إلى مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف، هذه المؤسسة الفاضلة المباركة المنبثقة من أوقاف الشيخ سليمان الراجحي حفظه الله. نلقاكم إن شاء الله بخير وعلى خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غدي، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غدي، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما عند الرحمن، وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان. فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام، يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.